مساء عليكم بالخير مشاهدي تلفزيون قطر، نقول مساء الخير والسعادة ومساء الإنجازات، تلك الإنجازات التي تنبع من أهل الدوحة نفسهم اللي يعطون الكثير من خلال وجودهم في أكثر من ساحات. وتواجدنا اليوم في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض يسعدنا ويشرفنا بأن احنا نغطي هذه الأجواء، واليوم تم افتتاح هذا الملتقى، ملتقى اشتر المنتج الوطني، فبالتالي هذا واجبنا أن احنا ندعم المنتجات الوطنية. ولكن لو تسمحون لي بأني أنتقل إلى الهندسة والبيئة من خلال شركة الحياة، ويتواجد معي حاليا الأستاذ موسى إبراهيم مدير العلاقات العامة في هذه الشركة. لو أتحدث أكثر، بدايتكم كانت في عام 2003، كيف كانت؟ في عام 2003 طبعا كان هاجس وتوصيات سمو الأمير الوالد الله يحفظه، وكان في تلك الأيام المجلس الأعلى للبيئة، فكان الهاجس عندنا اللي هو الارتفاع الحراري والمشاكل البيئية الموجودة عندنا. فكانت التوجيهات في ذلك الزمان إن نحاول إن نطلع في قطر كبيئة خضراء ومحافظة للأجيال القادمة، لأن أنت إحنا ماشيين في الحياة كل واحد يسلم الثاني. فكانت بدايتنا في المجلس الأعلى للبيئة، وفي ذاك الوقت كم إنشاء الشركة تحت المسمى شركة الحياة لإدارة النفايات والمشاريع. طبعا في ذاك الزمان كان تخصصنا بس عملية ان نجمع المخلفات الالكترونية، لان خطرها عظيم وخصوصا في الشركات. انت تدري بالنسبة للالكترونيات الدورة مالتها قصيرة، كل 3 سنين او كل 5 سنين مرة، فطبعا كم هائل هذا راح يكون متجمع عندنا، وخصوصا بعد ما قطر وقعت اتفاقية بازل في سويسرا سنة 2000، وهي تنص على التخلص الآمن من النفايات ونقلها بين الدول. فكانت قطر سباقة حتى في بين دول الخليج، يعني تعتبر من الدول الأولى اللي وقعت على الاتفاقية، هي وعقبها الكويت. والحمد لله انطلقنا من ذلك التاريخ الحمد لله بحيث هاجس الأفكار البيئية. عقب كذي تطور المجال معانا، وابتدينا نفكر في حلول للشركات اللي تولد النفايات. المرحلة الثانية ابتدت في الشركات اللي تولد نفايات البترولية. عندنا طبعا قطر دولة بترولية، عندي قطر غاز، إكسل موبيل، والحمد لله الله نعم علينا بالغاز، فعندنا قطر غاز أيضا، فكل عملية صناعية اللي يصير فيها مخلفات. أيضا اتفاقية بازل قيدت الدول بحيث أنه أنت ما يصير تتخلص من نفاياتك برا أو تقطع على دولة ثانية. فجانا المشروع الثاني اللي هو شركة الحياة لمعالجة النفايات، والحمد لله مشكورة الدولة خصصت لنا قطعة أرض في منطقة مسعيد، منطقة الخرارة، وبنينا عليها مصنع لتكرير المخلفات البترولية. الميكانيكية باختصار إن إحنا عندنا عقود شراكة مع معظم دول، مع معظم الشركات البترولية هني في البلد، مثل كيو بي، إكسل موبيل، دولفين، هم يقومون في التصنيع، ويصير عندهم مخلفات، يصير عندهم استخدام لمياه البحر المخلوطة مثلا بالرمال أو المخلوطة بالزيوت، فهذه المخلفات احنا نقوم بتجميعها وإرسالها إلى المصنع. في المصنع يتم عملية تكرير، والحمد لله يعني بسواعد قطرية والشراكة اللي موجودة معنا من المهندسين والقطاع اللي موجود، قدرنا أن نستفيد من المخلفات هذه بإنتاج مادة جديدة اللي اسمها فيرنس أويل، اللي هو زيت الأفران. هذا الزيت طبعا مطلوب دوليا في بعض الدول اللي هو يقوم بتشغيل المصانع الضخمة مثل صرخر الحديد أو الألمنيوم. في البداية قبل الحصار فتحنا سوق بسيط مع الفجيرة، لكن عقب الحصار والحمد لله رب العالمين، يعني هذا عطانا دافع قوي إن إحنا ما نوقف ولا إن يصير عندنا أي نوع من العراقيل، فقمنا وفتحنا سوق جديد مع الهند ومع الصين. فمعظم منتجنا الحين الحمد لله قاعد يتصدر إلى الهند والصين. عقب كذي الحمد لله أيضا من احتكاكنا في المصانع، تدري مصادر المياه قامت تشح في البلد وأيضا في العالم، ففكرنا في عملية التخلص من الشوائب اللي تصيب المياه، وحتى الشركات البترولية أيضا تستخدم المياه بكميات كبيرة. فبدل ما أنا أخذ هالمياه المعالجة أو الملوثة وقطها بحر أو قطها في المجاري وتسوي لي تلوث، قدرنا الحمد لله أن نعثر على مادة موجودة في الطبيعة اسمها الأتوميكس. طبعا هاي احنا نستوردها من برا، لكن هي مادة طبيعية مأمونة جدا تضاف إلى المياه بحيث أنها تأخذ كل الرواسب وترسبها في القاع ويرجع الماء شبه طبيعي. المياه هذه الميزة عقب استخدام مادة الأتوميكس عليها ان تصير المادة الرقم الهيدروجيني نسميه اللي هو البي اتش مالها تقريبا 7.2، وهذه العلامة تحول المياه الى مياه شبه صالحة. طبعا ما نقدر نستخدم الاستعمال الآدمي مباشرة،
تبي شوية معالجة، لكن تقدر تستخدمها مثلا لري المزروعات، أو إذا قطيتها بحر تكون رافد طبيعي وغير ملوث في عملية دورة البيئة. لو تسمح لي أقول مثل ما قلت بأن هناك أشياء فعلا وليدة اللحظة قد تكون على البعض صعبة، ولكن أنتم عالجتوا الموضوع بطريقة سريعة ولم تتوقف الإنجازات. انتقلتوا من الإمارات إلى قطر، ولكن كذلك انتقلتوا إلى الهند، وإذا ما خاب ظني الصين. لو نتكلم عنها بشكل سريع. بصراحة مثل ما قلت لك، يعني احنا الحمد لله رب العالمين، مثل ما يقولون اليوم كملنا 105 يوم تحت الحصار. فمثل ما نسميها عندنا بالاتشار انك انت تحت التجربة مدة 100 يوم. فالحمد لله قطر فازت في تحت التجربة هذه 100 يوم، وكل ما زاد الحصار يوم كل ما تفجرت طاقات كثيرة. مثل ما انك انت قاعد تضغط على بركان، البركان قاعد يتفجر في طاقات وقاعد يعطيك افكار جديدة وقاعدين نفكر. فقمنا الحمد لله ان احنا ما نكون تابعين بل متابعين بإذن الله. كل الشكر لك، ونأمل فعلا أن نكون دائما يعني في إنجاز وعطاء مستمر لا محدود له بإذن الله. طبعا إحنا من الإنجازات الحديثة برضو اللي عطتنا دافع، وحتى كانت أنا أعتبرها من وليدة الحصار، قمنا نقدم خدمات نسميها الماربل للسفن. طبعا السفن اللي كانت تيجي الدوحة سواء تجارية أو صناعية، عقب ما تفرغ حمولتها كانت تروح على الإمارات على أساس تسوي عملية التنظيف أو التخلص من النفايات مالتها. فعقب الحصار الحمد لله رب العالمين خذينا التراخيص اللازمة، صار عندي باخرتي أنا القطرية هني داخل المياه الإقليمية أقوم بتنظيف السفن هذه وأكسبها، وصار عندي رافد حق المصنع مالي يشتغل. فالحمد لله إن العملية مستمرة. الشغلة الثانية أيضا أقدم خدمات للسفن هذه بعد ما تم افتتاح مبارك نسميه تحت رعاية سمو الأمير الله يجزاه خير، اللي هو ميناء الدوحة، ميناء حمد الدولي. وهذا أيضا راح يعطينا أفكار جديدة في المستقبل وما راح تتوقف إن شاء الله. وإحنا اخترنا اسم الحياة إنه يعطينا رمزية للاستمرارية، فأي عقبة بتواجهنا إن شاء الله بنحاول نفكر في حلول ثانية بهمة الشباب كلهم. سعيد بوجودك وسعيد بكلامك، أكيد نشوفك على خير إن شاء الله. ومثل ما قال، ولكن راح أنتقل إلى حسن العمادي، مشروع آخر كذلك، ولكن لو تفضل معنا معالي أمر. مثل ما قال أستاذ موسى إبراهيم بأن الحصار ترك من الإيجابية إنجازات وأثار كثيرة فعلا، وتستمر تلك الإنجازات بوجود الشباب الذين يعطون أبناء هذا البلد. أستاذ حسن العمادي، لو تقول لي ما عليك أمر عن مشروعكم نيوتك، هناك يعني مجسم صغير لو أتكلم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما أنت شايف شركة نيوتك شركة جديدة في السوق حاليا، احنا بلشنا حوالي سنة من الآن. فعندنا من الأشياء المميزة اللي يميزنا في السوق حاليا هو البوكس هذا. مثل ما أنت شايف هذا البوكس، الله يسلمك، ممكن أفتح لك إياه. هذا البوكس الله يسلمك، ممكن تقول له إن شاء الله. فهذا البوكس مثل ما أنت شايف ممكن يتحكم في كل أمور البيت. طبعا احنا عندنا سولوشن أو الحلول للشركات الصغيرة والشركات الكبيرة، ما عندنا حتى ممكن يكون حلول هذه حق البيوت بعد. هذا الشيء اللي انت البوكس اللي انت شايف ممكن يتحكم في كل أمور، مثل ما انت شايف مثلا الليتات البيت أو ممكن أبواب أو أي أشياء أخرى ممكن يتحكم من خلال الابلكيشن. ممكن عندنا الابلكيشن، ممكن اوريك اللي اياه بس على ما نطلع الابلكيشن. لو تسمح لي بس تفضل هذه الزاويه. سعيدين فعلا بهذه، نقدر نقول هذا المشروع، ولكن في المقابل لو نقول تفضل معي معالي أمر استاذ حسن، نجد ان هذا امر موجود في البيوت من خلال وجود هذه التقنيه اللي تسمح للبعض بانه هو يدخل البيت يسكر الاجهزه، ولكن ما هو الجديد في تلك الشركة؟ الجديد اللي احنا بس مش منوفر هذا الاشياء التقنية اللي موجودة، احنا الحلول نبين لهم الحلول بعد. أي. ايضا الحلول اللي ممكن نوفر لك من خلال مما يسمى بالانجليزي ممكن نقول end to end solution مثلا. أي. اللي يكون عندك من تحكم من خلال الاشياء اللي عندك في البيت من الابليكيشن او الاشياء المتوفر حاليا، اللي ممكن نتحكم في مثلا البيبان، ممكن نتحكم في الثلاجة، ممكن نتحكم في التلفزيون، وكل حاجة في البيت ممكن نتحكم فيه من خلال هذا البوكس اللي موجود. شو الجديد؟
الجديد في هذا طبعا ما 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 في شركه في قطر حاليا، ما اعتقد ان شركه في قطر حاليا يقدر يوفر لك هالحلول اللي احنا ممكن نوفرها لك من خلال هذا. يعني احنا ممكن نوفر لك هالحلول بسرعه مميزه، وممكن نوفر لك حتى من ناحيه الريدرز وهاي الشغلات اللي عندنا ممكن نوفر لك باسرع وقت ممكن. صراحه يعني مثل ما نشوف من خلال هذا المجسم الصغير، هناك كذلك مشاريع يعني نتكلم عنها بوجود الجميع وجميع طاقات في قطر تعطي، سواء كانت منزليه او غيرها او كذلك في البيئه او الهندسه. كلمه منك للشباب اخيرا ودنا نسمعها. والله انا اتمنى ان الشباب يشاركونا في هذا الاشياء التقنيه، لان كوني انا احب هاي الشغلات، فانا ايضا احب الشباب اللي هم عندهم رغبه في هاي الشغلات الامنيه ممكن يدخلون معنا ويساعدونا في هالامور. شكرا جزيلا. اذا هذا واجبنا بان نقف مع اخواننا ابنائنا كانوا او غيرهم، ولكن لابد ان احنا نعطي من خلال قلوبنا لنساهم بان المشاريع الموجوده المحليه تنتقل إلى العالمية. نشوفكم على خير إن شاء الله، وللإنجازات أكيد بقية.